السلام عليكم. علبة التتبيل اللي معانا دي علبة تحفة، يعني أنا بصراحة عندي بقالها كذا سنة بس كانت بلون تاني. العلبة دي فيها ميزة حلوة قوي، إن هي بصوا ليها القاعدة بتاعتها والغطا بتاعها، بصوا قد بعض إزاي. طريقة الفتح بتاعتها هي بتكون داخلة جو، بصوا كده لما باجي بقفل الحتة القطعة دي بتدخل في المجرى بتاعة القطعة اللي تحت، بصوا شايفين المجرى دي كده، فبتخليها ان هي محكمه الحاجات اللي انت حطاها. انا اقدر استخدمها في التتبيل، لو هحط مثلا ريش او احط حاجات، البروز اللي فيها دي سامعين، البروز دي بتخلي ان التتبيله اللي انت حطاها تتغلغل جوه اللحوم اللي انت حطاها برده، فتديكي احلى طعم للانسجه، لان هي بتكون خلاص بقت حلوه قوي. برده كذلك الغطا من فوق، فانت ممكن تحطي التتبيله كده تقعد مثلا ساعه، بعدين ترجعي تقلبيها مره تانية على الجنب التاني، ما تقلقيش مش هتسرب. التتبيله هتدخل من الناحيه التانية وهتتركز برده في الجنب من اللحوم من الجنب التاني. طيب انا اقدر استخدمها كمخبوزات، اقدر استخدمها كطبقين على السفره، هقدم فيهم فاكهه، هقدم فيها سلطه، هقدم فيها حاجات مشويه، هقدم فيها الحاجات دي كلها. ما شاء الله السعه بتاعتها كبيره، هما الاثنين 4 لتر، فما شاء الله حجمها حلو قوي. في التخزين هخزنها كده وخلاص، ما قاش تاخد معايا مكان. طب انا عندي حاجه وعايزه اقارن بس حجمها، لان الحجم برده مش واضح لي. طب لو حضرتك عندك علبه الفري